السلام عليكم، انا اسمي نورة ابراهيم، فرقة تالتة حاسبات. بإذن الله دلوقتي هنعمل موديل اند سيميوليت لسيستم. السيستم بتاعنا عبارة عن ترافيك لايت. يعني ايه اصلا في البداية يعني ايه موديلنج اند سيميوليشن، ويعني ايه سيستم موديلنج اند سيميوليشن؟ احنا بنحل مشكلة في الواقع، مشكلة عندنا في الواقع، فبنعمل لها موديل بتحسن البرفورمانس بتاعنا، وبنقدر ان احنا نتست كل النتائج قبل ما نجرب الحوار ده هاردوير او في الواقع نفسه. طب ايه المشكلة اللي اتقابلنا في الواقع في حاجة زي ترافيك لايت اللي هي بتقلل من الحوادث؟ انا عندي مثلا مفترق طرق وفي اكتر من عربيات رايحة جاية، فانا بحط اشارات المرور بتعمل على تنظيم العربيات وكده، ففي الوقت ان في طريق مثلا رايح الطريق التاني بيكون واقف وهكذا، يعني فبيقلل من حوار الحوادث. تمام. طب يعني ايه اصلا سيستم، يعني ترافيك لايت دوت ازاي احنا ليه اصلا اطلقنا عليها اسم سيستم؟ احنا قلنا على الترافيك لايت انها سيستم لان في مجموعه من الانبوتس او مجموعه من الانتيتيز او مجموعه من الايتيمز، في منهم ريليشن شيب علشان يطلعوا لنا اوتبوت معين. طب ازاي؟ يعني مثلا عندي اشاره المرور بتكون مكونه من 3 الوان، احمر واصفر واخضر. ال3 الوان دول بيكونوا مترابطين مع بعض بمؤقت زمني، يعني اللون الاحمر بيقيد لمده معينه وبعدين يطفي، اللون الاصفر بيليه، وبعدين اللون الاخضر. فهم الثلاثه في ريليتد ما بينهم عشان يطلعوا لنا الاوتبوت اللي احنا عاوزينه، العربيات تقف لمده قد ايه وتتحرك لمده قد ايه وهكذا. طيب احنا عملنا هنا الموديل بتاعنا دوت على برنامج انولوجيك. اول حاجه اللي عندنا في الشكل بتاع اشاره المرور في 3 دوائر، اول دايره دي وتاني دايره وتالت دايره تالت دايره. طب جبنا الدايره دي منين؟ احنا جبناها من حاجه هنا اسمها التولز دي. جبنا ادي الدايره ورسمناها بالشكل ده. طب احنا عايزين نحدد البروبرتيز بتاعت الدايره، فبندوس عليها هنا. مجرد ما بندوس عليها بيظهر لنا الاسم اللي احنا بنحدد شكل الدايره دي اسمها ايه بالظبط. تمام. فمثلا الدايره، اول دايره معانا في اشاره المرور سميناها شيب ريد، تاني دايره سميناها شيب يلو، تالت دايره اسمها شيب جرين. تمام. طيب حطينا الخلفيه بتاعت الدوائر دولت اللي هي الريكتانجل ده، خليناه في الباك علشان الشكل العام بتاع اشاره المرور. طيب احنا قلنا عندنا بقى، عشان احنا قلنا التلاتة انبوتس او 3 الوان دولت فيما بينهم ريليشن. الريليشن ديت اللي هي المؤقت الزمني، فبنحددها عن طريق ان احنا بنعمل ستيتس لكل تشيب معانا. الستيتس ديت بنجيبها منين؟ بنجيبها من الايجنت. هنا عندي حاجه اسمها ستيت بنرسمها بالشكل ده. كده بالظبط بيكون ليها طبعا بروبرتيز برضو، بيكون ليها نيم وليها ديفولت كولر، لها اللون اللي احنا بنختاره دوت، بنختار اي لون احنا حابينه، ماشي، مش حاجة إلزامية. هنا عملنا 3 status عشان احنا عندنا 3 تشيب. عندي status red خاصة بال state red خاصة بالتشيب الأولاني، وسميناها ايه ال st red. طيب مش احنا قلنا الستيت ديت هي اللي هتنفذ الاكشن اللي هتقوم بيه الدايره الاولانيه ديت؟ طب ايه الاكشن اللي هيتنفذ؟ الاكشن هيتنفذ اللي هو ان الدايره الحمراء دي هتقيد لمده معينه وبعدين هتطفي. طيب الستيت هيحدد لي الدايره ديت هيكون لونها ايه بالظبط لما تكون هي في وضع التشغيل؟ هيكون لونها احمر. فاحنا هنا استخدمنا ميثود اسمها سيت في الكلر، وقلنا التشيب ريد دوت سيت في الكلر هتبقى بين قوسين color dot red، يعني لما يحصل الاكشن المعين او لما الليد الحمراء يكون عليها الدور اللي هي تقيد، خليلي شكلها لونها احمر. تمام. ولما الاكشن دوت ينتهي خلاص خليلي الدايره دي تبقى بيضة. طيب الستيت يلو، قالك في الستيت يلو ديت هي اللي بتحدد لي حاله او الاكشن اللي هيتنفذ او الاكشن اللي هيحصل لما يكون الدور على الليده الصفراء. طب ايه الستيت، ايه الحاله اللي هتكون عليها الليده الصفراء؟ اول حاجه ان هتكون لونها اصفر لما هي خلاص يجي عليها الدور اللي هي تقيد، ولونها ابيض لما المده الزمنيه تنتهي. والليد الخضراء هكذا بيكون لونها اخضر لما الاكشن بيحصل، ولونها ابيض لما الاكشن ينتهي.
طيب احنا امتى بنتحكم اصلا في السيستم ككل؟ احنا هل السيستم شغال كده على طول؟ لا، احنا كده غلط. ليه؟ ليه احنا محتاجين حاجة اسمها محتاجين نوفر طاقة، عشان كده بالشكل ده بيحصل استنفاذ للطاقة. طيب ازاي هنوفر طاقة؟ عندي هنا عملنا متغير اسمه سميناه variable power. ال variable power دوت بيتحكم لي بليه قيمتين true او false، on او off، اللي هو امتى السيستم ككل يبقى اون وامتى السيستم ككل كاوف. طيب ايه اللي هيتحكمني في الشكل اهوت بالظبط؟ احنا ادينا له قيمه بوليان ترو اور فولس وسميناها فاريبل باور. طب ايه اللي هيلينك على فاريبل باور دوت؟ عندي فيه بوتون سميناه باور. البوتون دوت لو احنا عملناه له علامه صح وهيشاور على فاريبل باور، لو عملناه علامه صح يبقى كده خلاص السيستم كشغال والفاريبل باور اون. طب لو عملناه علامه غلط يبقى الفاريبل باور فولس، يبقى اوف، يبقى السيستم مطفي. تمام. الباكج بتاعت الاستيت دي كلها محطوطه في حاجه اسمها الاس تي اوبريشن. دي عباره عن زي ما يكون كونتينر لجميع الاستيتس اللي بتحدد لي الاكشن بتاع اشاره المرور. عندي الاس تي باور فلتشر اللي هو لما يكون الفاريبل باور اوف، الاستيت باور فلتشر ده بيكون عليها قيمه بيكون عليها قيمه فولس. بيكون عليها قيمة فولس، فبترتب عليه ان سيستم ان الكونتينر بتاع الستيت ده كله بيكون اوف، فالسيستم مش بيشتغل. تمام. يعني لما الباور ده بيبقى اوف، الفاريبل لما خلاص بيبقى عليها علامة اكس واحنا كده طفينا السيستم، الفاريبل باور بيكون عليه واخد قيمة فولس، فالمؤقت الزمني بتاع الباور في الستيت بيبقى كله اوف، فبالتالي مش بيحصل اي اكشنز ومش بيحصل اي ستيتس للتلات دوائر بتوع اشارة المرور، التلاتة ليدز بتوع اشارة المرور، فبترتب عليه ان السيستم كله بيقف. طيب بنشوف السيميوليشن. السيميوليشن بتاع السيستم اهو بالظبط. عندي ادي الليد الصفراء قادت لمده معينه، ادي هنا الاكشن على الستيت يلو، هتقيد لمده تقريبا 5 ثواني، وبعدين لما المده الزمنيه بتخلص هنلاقي ان الليد التانيه هي اللي بتقيد، اي الليد الحمراء هي اللي قادت، وبعدين الليد الخضراء، وبعدين الليد الصفراء، وهكذا بقى في سيكونس. واحنا كيوزر ممكن يحدد يغير فيه المده الزمنيه للانتقال الليد من الحاله الاولى من الستيت 1 للستيت 2 للستيت 3.